هل كان الحسن الثاني يعيش في غرفة سرية ويسير عبر ممرات وسراديب سرية؟ وما الذي جعله يختار هذا النمط من الغرف السرية؟ هل هذه الغرف السرية علاقة بما وقع خلال انقلاب 1971 وانقلاب 1972؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها لمحاولة الإجابة عنها في هذا التقرير التاريخي. ابقوا معنا، دعموا القناة ولا تنسوا الاشتراك فيها. بداية، كان الحسن الثاني يعيش في الطابق الخامس والأخير بالقصر الملكي بالرباط ضمن بناية بلون أبيض مخضب، ومن هناك وعبر ممرات أقل أو أكثر سرية وسراديب مخيفة وأبهاءها غامضة يمكن الالتحاق بأجزاء من القصر دون أن يكتشف أحد ذلك، والذهاب إلى المصحة والالتحاق ببنيات ومحضيات محمد الخامس، بل وأيضا كما تفيد بعض الشائعات مغادرة القصر الملكي خفية، غير أن سيد المكان أي الحسن الثاني هو الذي كان يعرف لوحده التصاميم السرية للمداخل والمخارج وطرق استخدامها، كما كان الشأن أيضا بالنسبة لباقي القصور والإقامات، حيث كان يتوفر على مفتاح متعدد الاستعمالات لفتح جميع الأبواب. الطابق الخامس عبارة عن صالونات متسلسلة ومكاتب وغرف نوم وحمامات تتمشى فيها النساء بأقدام عارية أو يطللن من أبواب غرفهن في انتظار أن ينادي عليهن الملك بكلمة. في بعض الغرف تمت صور كبيرة معلقة أو مسنودة إلى الجدران تثير الانتباه، يتعلق الأمر برواق لصور الحسن الثاني، ومن صورة الأخرى تتنوع الأوضاع والديكورات وتختلف، في بعضها كان هناك أحد أفراد أسرته إلى جانبه، غير أن الملك يظل هو الشخصية المحورية. إنها الصور التي سيتم توزيعها على الأقرباء، وهي من الكثرة بحيث بالكاد يمكن ملاحظة أن الحيطان مغطاة بقطع القماش باللونين الأخضر والأصفر حسب موضة سنوات السبعينات، تتقطع بعنف مع غطاء الأرضية ذي اللون البني وأحمر الزرابي الصوفية. أما في السقف فتتأرجح التوريات الإيطالية المزودة بمصابيح محمية من التفحم. في كل هذه الغرف تقريبا تمت تدفئة لفصل الشتاء ومكيف لفصل الصيف، أما الآتات فيقتصر على كرسي وجهاز تلفاز موصول بموزع فيديو داخلي. ففي بعض الليالي كان الحسن الثاني محاطا بنساء حريمه لمشاهدة مسلسلات أمريكية مثل ديناستي أو دولاس إلى آخره. وفي العديد من الغرف تمت أكداس من الهدايا التي لم يفتحها أبدا، ورزم جرائد ومجلات أجنبية مثل لو فيغارو ولوموند والإكسبريس ولوبوان، مرورا بمجلات الغولف وأسبوعية الأعمال الأنجلو ساكسونية عشرات العناوين. وبالمقابل فإن مكاتب وصالونات وغرف الحسن الثاني مزدحمة بسلال المهملات، حيث تتكدس ساعات مشاة بالماس وأيقونات الصلاة من العاج وولاعات فضية، والمجموع يمنح الانطباع بجوطية بارخة. غير أن الأكثر مدعاة للدهشة في الطابق الخامس هو المسبح المكشوف بمساحة محترمة، ماؤه دافئ، غير أن الحسن الثاني لم يكن يستفيد منه أبدا، لقد توقف عن السباحة في مستهل سنوات الثمانينات القرن الماضي بعد موت الرقم الثاني في النظام رسميا في حادثة السير، ونعني به الجنرال أحمد ليمي، حيث كان الحسن الثاني يعيش في خوف مقيم من عملية انقلاب جديدة، وبالتالي خوفه من أن يفاجأ في وضعية غير لائقة مرتديا ملابس السباحة ودون أي وسيلة للدفاع في مواجهة انقلاب أو انقلابيين محتملين. الرؤية
بانورامية من الطابق الخامس، فهي تمتد عبر ملعب الغولف الذي يسمى بتواضع مصطنع أو بسبب الحرج الحديقة. من ذلك المكان المرتفع كان الحسن الثاني يراقب كل شيء متزودا بمنظار مكبر، فمن محطة المراقبة كان يتتبع عمليات الدخول والخروج من مختلف مداخل القصر وفضاء اللعب في ساحة الاستراحة بالمدرسة الملكية والزيارات التي تتم إلى إقامة ولي العهد والتحركات في مكتب المستشارين. لا شيء كان يفلت عن بصره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.